يعطيك العافية. أهلين أهلين وسهلين. في غير البندوراتشي؟ ليش سبون كتير مناح. وبقديش الكيلو؟ مكتوب عندك ليكو بعشر ليرات. ايه بس برا بالسوق الكيلو بتمل ليرات وأحسن من هي بكتير. حبيب قلبي لا تناقش بالسعر لأنه نحن ما منحط هذا السعر، السعر بيجينا من فوق ونحن منتقيد بالتسعيرة. يا حرام على هيك بندورة مفعسة ومعسقلة. على هالحالة ما رح تنباع البندورة اللي عنا بنوبها. عمرها ما تنباع، شو دافعين شي من جيبتنا نحنا؟ قلت ليش أنا حامل هالسلم بالعرض والله ما بعرف. يقول العافية. أهلين الله يعافيك. ايه سيدي طمنوني شو أخبار البندورة؟ والله يا أستاذ حسان على حطة إيدك، ما حدا عم يقرب عليها إلا المضطر. أف لا بقى. ليش بقى؟ يا أستاذ شوفت عينك، البندورة اللي عنا عم تخم بأرضها، والبندورة الممتازة عم تنباع برا بالسوق بأقل من أسعارنا بكتير. بقى ما في قدامنا يا أستاذ غير إنه نبيع الكيلو بليرتين ثلاثة ونخلص من الهم بقى. لا 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 أوعك ها؟ لازم نتقيد بالتسعيرة النظامية وإلا بتعملوا لي مشاكل إلى أول ما لآخرة. بس يا أستاذ مثل ما عم بقول لك لا توجع لي قلبي ولا تخبصوا بالفصة يا جماعة الله يخليكم. يعني تخفيض السعر بده اجتماع لجنة شراء ولجنة التسويق ولجنة التسعير، يعني ما بصير نحن نجتهد من عنا، بتروحونا دبلكة. حاضر أستاذ مثل ما بدك. إلا كان لأنه القصة بصير فيها مساءلة، مو هات إيدك والحقني. على كل إن أنتوا رشوا لها مي، رشوا لها بركي بتفرفح شوي. حاضر أستاذ حسان حاضر مثل ما بدك. طيب شو أخباره هذا البتنجان؟ والله الحقيقة حالياً ماشي حاله، بس الكمية كبيرة عم تعسقل وتبين إنها بايتة. ماشي الحال. على كل إن إحنا بكرة بالاجتماع منطرح فكرة تخفيض الأسعار. يعطيكم العافية. السلام عليكم. مع السلامة أستاذ. هوني لك شو تعمل بالماي؟ ما سمعت بدريش على بندورة مي. بالله شو؟ اصحى وحط المي على البندورة بتحمر. لك صدقتوا هذا ما له فهمان بالمصلحة. بالله اصبح امشي نشرب لنا كاسة شاي جوا. امشي. طيب ما بدي افهم شو قصة البندورة هاليومين يا جماعة. العم على الحالة صرنا خسرانين فيها بلاوي زرقاء، وبعدين يعني اللي ربحته الشركة من الكوسة والخيار والبصل والنعنع والهندبة حطيناه على البندورة. المشكلة يا أستاذ إنه نحن دائماً بهيك مواسم عم نتعرض لهزات. مزبوط مثل ما قال الأستاذ حسان، يعني كل الناس بتربح بالمواسم إلا نحن. بموسم البطيخ خسرنا حوالي المليون ليرة، وبموسم الخس 700,000 ليرة، حتى بموسم المكدوس خسرنا المبلغ المرقوم بالبيتنجان والفليفلة الحمراء. إيه بس ما بصير هيك يا أخي، ما بصير. منو شو الحكي هذا؟ شو رأيك أخي حسان؟ أمرونا أستاذ. باعتبارك رئيس قسم البيع، شو رأيك بهالشيء؟ يعني المسألة واضحة. أنا برأيي المسألة واضحة كتير لأنه نحن عم نستجر كميات أكبر بكتير من حجم التصريف. طيب يا أستاذ حسن ليش لحتى نحن نستجر هيك كميات؟ ليش ما مندرس حاجة السوق؟ مو بإيدنا يا مفيدة. بناء على التعميم اللي إجانا من لجنة المنتجين عم نضطر نشتري جزء كبير من المواسم بسعر مقبول. يعني نحن أولا وأخيرا دولة يا مفيدة، يعني لازم نحافظ على جهد الفلاح. المهم هلأ أديش في عنا كاسات بالبندورة؟ أستاذ في عنا حوالي 1500 صندوق، ولما أجينا نسلمه للتخزين الست مفيدة رفضت. أوف وليش رفضتي تستلميه ست مفيدة؟ طبعا بدي أرفض لأنه بوحدات التخزين عندي ما ضل محل تحط رجلك أستاذ، كله كومبلي. الحق معك مشكلة فعلا. أستاذ المشكلة كلها بتنحل لو كان عنا شوية مرونة بالتسعير. يعني ببساطة لو نزلنا سعر البندورة شوي كنا من تاني يوم نفقنا البضاعة كلها، ويا دار ما دخلك شر. معقول يلي عم تحكيه أستاذ؟ ليش وين الغلط باللي حكيته؟ كيف بدنا ننزل السعر ونحن أصلاً عم نشتري بالغالي؟ فعلاً فعلاً شغلة اتحاد هالمنتجين مصيبة. يعني إذا اشترينا مثل ما بدهم بنخسر، وإذا ما اشترينا بيحملونا مسؤولية الفلاح ودبرها إذا بتتدبر. والله نحن بالذات مو متحملين هيك خسارة بنوب.
طيب شو رأيكم نتصل بمدير معمل رب البندورة؟ بركي بنبيعوا هالكمية اللي عنا. رحت لعنده أستاذ وعرضت عليه الكمية بنص السعر بس رفض. أوف، وليش لحتى يرفض بقى؟ قال عنده بندورة بتكفيه شهرين. طيب نحن ليش ما مصدرها لبرا؟ إيه أنا طلع على لساني شعر قد ما يعني حكيت وسألت بهذا الموضوع بس ما في حدا عم يجاوبني. ليه؟ يا ستي أنا رح أجاوبك. التصدير إله لتة طويلة عريضة، فرز كل ليمونة وأختها، كل بندوراية ورفيقتها، وغسيل بالمطهرات، وصناديق ستيريوبور، وشاحنات مبردة. ما بتوفي معنا، ما بتوفي منوب، منحط بقى رجحي بعدين. طيب ليش ما منصدرها مثل ما هي؟ منعبيها بالسحاحير ومنسفرها؟ ما بتزبط معنا، لأنه رح تعفن على الطريق وتعسقل، يا أما رح يرفضوا يستلموها برا، لأنه بصراحة الأسواق المنافسة كتيرة. أصبح أنا برأيي نعمل محضر إتلاف ونتلف كل الكمية اللي عنا. يعني معقولة نتلف 1500 صندوق دفعة واحدة؟ تقيلة كتير، مو معقولة منوب؟ أستاذ الله وكيلك ما في غير الحل، لأنه بكرة هاي البندورة رح تعفن وتطلع ريحتها. بقى معقولة يفوت المواطن ليشتري خضرة وبتطلع ريحة عفونة بوشه؟ طيب هال 1500 صندوق ما بيتنقى منهم 100 أو 200 صندوق؟ والله فكرة معقولة، شو رأيك أستاذ حسان؟ ممكن. أصبح الله يرضى عليك، شغل لي كل الموظفين والموظفات بفرز البندورة، وشو بيطلع منها يا أخي؟ منيح، نعمة كريم، والباقي عملوا له محضر تلاف وتلفوه. بس يا جماعة اللي بدنا نوفرهم بهالمية صندوق بدنا نحطهم أجور إضافية للعمال اللي رح تشتغل بالفرز. معلش يا أستاذ عمار، معلش، ما في ضرورة تصرفوا له مصاري. عطوا كل عامل صندوق أو صندوقين بندورة وصلى الله وبارك. في شيء تاني؟ هاي مشكلة البندورة انحلت والحمد لله. ست مفيدة، شو بقيان عنا بنود بالجلسة؟ ايه استاذ، لسه بدنا نناقش مشكلة باذنجان بيض العجل والبصل السلموني والفاصوليا الكلاوي. طيب اوكي، هلأ بناخد استراحة ربع ساعة وبعد الاستراحة بنحكي بمشكلة الباذنجان بيض العجل. شرفوا. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك استاذ. ايه استاذ، تفضلوا شاركونا. شرفوا. شرفوا استاذ، الامتين على الناشي، ما في شيء من قيمتكم. صحتين وعافية ان شاء الله. على قلبك. بدي اسألكم، تفضل، كم صندوق بندورة هو في للإتلاف بهي الصالة؟ 25 سيدي، 25. وينه؟ يا سيدي بعد الفرز طلع منه الخمس صناديق بس. وهالصناديق الخمسة استاذ وزعناهم إضافي على العمال. والعشرين صندوق؟ تلفناهم بمعرفتنا استاذ. شلون تلفتوهم؟ أعطيناهم لزملائنا بمؤسسة اللحوم. أوف، شو بدهم يعملوا فيهم بمؤسسة اللحوم؟ يا استاذ كان في عندهم بمؤسسة اللحوم 30 كيلو لحمة على وشك إنها تنتزع وتخم، وبدال ما يتلفوها ويكبوها قرروا إنه يعملوها صفيحة ويوزعوها على العمال والموظفين. ايوه، وبعدين قاموا اخذوا من عنا البندوره تبع التواليف وبعثوا لنا 5 كيلو صفيحه. استاذ تفضلوا دوقوا، ولا يهمك، ظابطه معهم تماما، تفضلوا. لا لا لا، معلش مالي نفس. شو رايك استاذ، هذا الشيء قانوني؟ قانوني طبعا، بالعكس فكره كثير حلوه. انا فكره، يعني فكري اذا بيصير تنسيق دائم بين لجنه الاتلاف اللي عنا ولجنه الاتلاف يلي بشركه اللحوم، ممكن نعمل مشاريع مهمه كثير مثل مشروع الصفيحه اللي صار اليوم. وشلون بده يصير تنسيق دائم؟ يا سيدي بنرفع اقتراح للاداره بتشكيل لجنه ائتلاف مشتركه بين شركه الخضار والفواكه وشركه اللحوم. ايه والله جبتها، ليش ما بنقترح هالشيء على الاستاذ فهمي؟ ليش لا، هذا اللي عم اقوله. بالله عجد عم تحكي. اكيد، يعطيكم العافيه يا شباب. اكيد استاذ فهمي. بشرى، بعد جهد جهيد وافقت الجهات المختصه على اقتراحنا وقررت تشكيل لجنه ائتلاف مشتركه بين مؤسستنا ومؤسسه اللحوم ومندوب من الغذائيه. مبروك العضوية الجديدة استاذ. الله يبارك فيك يا استاذ حسان. استاذ سوري، ولو انه سؤال يعني مو بوقته بس يعني بدافع. لا لا تفضل. هاي اللجنة فيها تعويضات ولا ما فيها؟ طبعا فيها تعويضات، لكن بدك يانا نشتغل بلوشي. بس ما تطلع التعويضات خضرة كاسدة ولحمة بايتة. اسمحوا لي اول شيء يا زملاء اني رحب فيكم كاعضاء للجنة المشتركة العليا للإتلاف. بادئ ذي بدء بحب لكم انه هاللجنة هي تشكلت من اجل دعم المبادرات الخلاقة وايجاد الحلول لتصريف البضائع الكاسدة بالشركات الثلاثة. وطبعا الجهات العليا رح تدعم هاللجنة
ورح تبارك كل القرارات يلي رح نتخذها. وما بخفيكم انه القيادة بهمها كتير نجاح هذه التجربة، كتير بهمها، لانه نجاحنا بمهمتنا هو نجاح للقطاع العام كله. وطبعا مسيرة القطاع العام واجهتها صعوبات كتيرة، بس الشهادة لله القيادة ما قصرت ابدا وحاولت تذليل هالصعوبات. ونحن اهم شي عنا، او بالاحرى اهم هدف لازم نسعى له، ان نثبت لكل المتشككين والمغرضين والشامتين والمتربصين انه القطاع العام قادر على تولي كل الفعاليات الاقتصاديه بما فيها تجاره الخضره والفواكه واللحمه والاغذيه كمان. نعم يا زملاء، نعم قطاعنا العام قادر على انه يتاجر بالخضره وبالبيض واللحمه والفريج، وقادر على انه ينافس الاسواق بهالتجاره هي ويحقق ريعيه معقوله للخزينه. بقى شو رايكم نبدا الجلسه؟ تفضل استاذ. قبل ما نناقش اي شيء خلينا ناخذ فكره شو في عنا مواد للاتلاف بهالاسبوع هاد. بقى شو رايك استاذ عدنان؟ استاذ حسب التقرير اللي اجانا في عنا 200 صندوق بندوره و50 صندوق كوسا و40 صندوق باذنجان و30 شوال فجل و20 شوال نعنع وجرجير وشويه زهره وسلق وبطاطا. عظيم. وبالنسبه لشركه اللحوم يا سيدي، في عنا نحن 2 كيلو لحم ضاني و60 كيلو لحم عجل و700 فروج و200 صفط بيض. وبالنسبه لشركه الاغذيه اللي موجود هو نص طن رز قصير و200 ربطة شعيرية و20 صندوق رب بندورة وكم علبة سمنة وشوية بهارات وعصفر ونعنع يابس، يعني مو أكتر من هيك. عظيم كتير. طبعا هالبضايع هاي ما رح نتعامل معها على انها مواد فاسدة. لا استاذ، على وشك انه تفسد، بس طبعا غير صالحة للبيع. بس صالحة للاستهلاك البشري مو هيك؟ والله اذا استهلكت بسرعة ما في مشكلة. طيب ممكن نعرف بشو عم تفكروا استاذ؟ انتو يمكن سمعتوا عن مشروع الصفيحة يلي صار بين مؤسسة الخضار ومؤسسة اللحوم، مو هيك يا عمار؟ ايه طبعا استاذ. صحيح هذا المشروع كان مبادرة فردية وارتجالية نوعا ما، بس بالنتيجة هالتجربة معقولة كتير ولازم نوقف عندها شوي وندرسها. يعني قصدك استاذ انه نعمل مشاريع جديدة مثل مشروع اللحمة بعجين؟ ايوة اللحمة بعجين. بقى شو رأيكم؟ أستاذ ممكن توضح الفكرة أكثر؟ على عيني وراسي. الفكرة يا شباب ببساطة إنه نعمل مطبخ قطاع عام، وهالمطبخ هاد مواده الأولية موجودة، كوادره البشرية كمان موجودة، يعني هالعمال والموظفين يلي كنا نشغلها بالإتلاف منشغلها هالمرة بالمطبخ. بس وين بدنا نعمل هيك مطبخ يعني؟ ما في مشكلة، منفضي مستودع من المستودعات ومنجهزه، مو مشكلة أبدا. والطبخ شو رح نعمل فيه استاذ؟ لأنه رح يطلع عنا أكيد كميات كبيرة. الحق معك يا سيدي، قسم منه منوزعه على الجمعيات الخيرية ومنكسب فيه ثواب، والقسم الثاني ممكن نوزعه على العمال والموظفين كنوع من الحوافز الإنتاجية. يعني هالعامل يلي عم يتعب ويشقى طول النهار كتير بيلاقيها حلوة إذا طبخنا لأمثاله كل يوم. يعني على القليل ما بيعود يأكل هم الطبخ والنفخ بالبيت، وبيتفرغ للعمل والإنتاج وبيرتاح باله. يا سلام على الفكرة يا أستاذ فهمي، قسما بالله بسويسرا ما في هيك. طبعا وإذا لقينا عنا فائض إنتاج ونوعية الطبيخ كانت عالية الجودة ومطابقة لمواصفات الإيزو، وقتها ممكن نفكر نبيع قسم من الإنتاج بصالاتنا. بس بيضل عنا مشكلة أستاذ. شو هي؟ مشكلة التابعية. كيف يعني؟ يعني هالمطبخ هذا مين بده يتبع؟ لمؤسستكم ولا لمؤسسة اللحوم ولا للمؤسسة الغذائية؟ لثلاثة سوا. يعني رح نعمل إدارة مشتركة ونوزع المهام بين بعضنا، وبالنهاية كلياتنا تابعين لوزارة واحدة، يعني ما في مشكلة. طيب وبرنامج الطبخ اليومي أستاذ، مين بده يقرره؟ ما بعرف، بس شو رأيكم نشكل لجنة مشتركة تكون مهمتها تقرير برنامج الطبخ والإشراف على التوزيع؟ موافقين أستاذ، موافقين. أستاذ حسان. أيوة. مبروك العضوية الجديدة. الله يبارك فيكي، مبروك عليكي كمان. شكراً. بدي أسألك، قديش تعويضات اللجنة الجديدة؟ مثل العادة. يعني ماشي الحال.
مثل ما بيقولوا الرمد أشوى من العمى. إمتى الاجتماع؟ بكرة بعد اجتماع اللجنة المشتركة العليا للإتلاف بساعة. أوكي، إذا نلتقي باجتماع لجنة الطبخ. نلتقي أستاذ. اللبنية على فكرة اللبنية. طول بالك يا أستاذ، معلش خليني خدمك. إذا سوينا كبة سماقية بتم أطيب أحلى أحمى بالصيف كثير. يا شباب اسمعوني 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 شوي يا شباب. طيب ساوي مش مشية مثلا. معلش معلش أستاذ لو سمحت، في عنا هون محاضر إتلاف جاية فيها انه في كميات كبيره من البندوره والبيتنجان والبطاطا وفي بصل وفاصولية وخس وهندبه ونعنع. نعم. كمان بالمقابل عنا لحمه ضاني وموزات ولحمه رقبه على شويه ليه وفي رز وشعيريه وسمنه مع شويه حباشات. نعم. بقى شو رايكم نطبخ بكره؟ انا استاذ رايي صينيه كواش. لا لا شو صينية كواش ست مفيدة؟ الكميات اللي عنا بتكفي حارة بكاملها. أنا آسفة جداً أستاذ، أخذ على لساني يعني كلمة صينية، بس أنا رأيي بكرة كواش. بس الكواش بلا رز مو طيب. مو مشكلة منفلفل رز قدامه. يا جماعة أنتوا ليش مصرين على الكواش؟ بدي أفهم ليش. ليش شو اعتراضك على الكواش أستاذ حسان؟ الكواش ما بده بيتنجان ونحن في عنا كمية بيتنجان كبيرة، بقى وين بدنا نروح فيها يا أستاذ فهمي؟ معك حق، مداخلة الأستاذ حسان منطقية كتير. نحن لازم نستفيد من كل المواد يلي عنا. طيب شو رأيكم نعمل طباخ روحه؟ الطباخ روحه بده باذنجان. حدا عنده اعتراض على الطباخ روحه؟ على الطباخ روحه حدا عنده اعتراض؟ أنا عندي اعتراض أستاذ فهمي. شو اعتراضك أستاذ حسان؟ الطباخ روحه ما بده بطاطا ونحن في عنا كمية بطاطا كبيرة جاهزة للإتلاف. مظبوط هالحكي. إذا سمحتوا لي ليش ما نساوي طبخة من التنتين؟ كيف يعني؟ يعني في كتير ناس بيحطوا باذنجان للكواج. قصدك انه نعمل كواج ونتحش بقلبه باذنجان؟ ايه ليش لا؟ صحيح والله، وبهالطريقة مننفق كل الخضرة اللي عنا. ايه لا، هيك المسألة صار بدها فليفلة، شو هالحكي؟ يا ستي منحط لها فليفلة مو مشكلة، شو رأيكم؟ منخاف يا أستاذ، منخاف الناس ما يحبوها. لا لا شو بيحبوها؟ بيحبوها يا أخي، يعني أكلة الخضرة كيف ما انطبخت بتنحم. بقى إذا سمحتوا يلي موافق على طبخة الكواج مع الباذنجان يرفع إيده. أنا موافق. عظيم جدا، اجمع. يا أستاذ في عنا فاصولية، نحن شو بدنا نعمل فيها؟ أخي الفاصولية بتقعد يومين زيادة مو مشكلة. طيب بعد بكرة ممكن نعمل طبخة فاصولية ورز باللحمة الموزات اللي عنا. ست مفيدة. نعم. سجلي محضر الجلسة. حاضر. بعد الترويسة طبعاً، إنه بتاريخ اليوم قررت اللجنة بالإجماع طبخ كواجن كواجن بالباذنجان أو الباذنجان ما في فرق. نعم، مع رز أو أرز بشعيرية أو شعيرية، شكلية فوق شعيرية. شعيرية. وللبيان حر. وما بدنا نعمل سلطة أستاذ؟ ما في مانع يا أخي، بنعمل سلطة. بس شو رأيكم نعمل السلطة؟ خشنة ولا ناعمة؟ والله أنا برأيي ناعمة، أرمنية. لا خشنة، خشنة كتير أحسن. أنا من رأي الأستاذ حسان، الخشنة أخف لبكي. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، خلوا الحوار ديمقراطي. يلي موافق على السلطة الخشنة يرفع ايده. اغلبية خلصت مفيدة، سجل محضر الاجتماع سلطة خشنة. حاضر. في حدا عنده مداخلة او تعقيب قبل ما ننهي الجلسة؟ استاذ طالما هي خلينا نتفق على طبخة بعد بكرة فرد مرة. دك يا اخي اتفقنا وخلصنا. يلا يعطيكم العافية، تفضلوا. شكرا. يفهم منين جابوا لنا المشكلة هي؟ نحن خرجنا تقشير بطاطا. ايه انا بعرف، قسما بالله العظيم صلي متجوز شي 7 سنين بعمري ما قشرت بطاطاية واحدة بالبيت. يا شماتت نسواننا فينا. هلا هن فكرهم هيك بيحلوا المشكلة؟ ايه انا بعرف، اصلا لما بيفكروا يحلوا شي مشكلة بيخلقوا بعدها 100 مشكلة بالفعل، لانه لحد هلا صاروا مشكلين 4-5 لجان وبكره يمكن يشكلوا لجنه لاتلاف الطبخ البيت. صحيح، هي نسيناها والله. اخ اخ
لو يسلموني هالمؤسسة نهار واحد بس. شو كنت رح تساوي؟ كنت فضيت هالصالات من الخضرة والفواكه وعملت قاعات لتعليم الكمبيوتر أو مكتبات، لأنه دولة وتاجرة خضرة ما بيمشي الحال. والله عم تحكي مظبوط. أجل أستاذ عزام. السلام عليكم. أهلين وعليكم السلام. أهلين أستاذ. يعطيكم العافية. مرحبا فيك. شو كيف الشغل؟ تمام تمام ماشي الحال. ليش هيك الخرطة كبيرة؟ زغروها شوي. زغرها أستاذ. طولي لا تخلصوا خرط؟ لا شي ساعة زمان بس. شدوا لي الهمة ها، شدوا لي الهمة لأنه بدهم يركبوا الطبخة بالمطبخ المركزي. أستاذ بس مين بده ياخذ البطاطا لهنيك؟ أنتوا لا تاكلوا هم، هلا في سيارة بتجي بتاخذهم. بعدين لا تنسوا تفرموا البصلات حبيباتي، أوكي؟ نفرموا الناعمين أستاذ؟ لا 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 لا، شو ناعمين؟ البصلات لازم ينخرطوا جوانح مشان الكواج أطيب. يعطيكم العافية. أهلين أستاذ، الله معك، على السلامة. شو حالي يا؟ شو حالي؟ كمان بدنا نشتغل البصل. أنت بتأشر البصل. أستاذ ممكن ناخذ فكرة عن أبعاد هالتجربة؟ يعني شو الهدف من دخول القطاع العام إلى المطبخ؟ الحقيقة يا آنسة سؤالك جيد كتير، بس اللي بدي أقوله قبل كل شيء، نحن نؤمن إيمانا راسخا بالدور الهام الذي يجب أن يلعبه القطاع العام في هذا البلد، وانطلاقا من هذا الإيمان يجب أن نعمل جاهدين لكي يدخل القطاع العام لكل مفاصل حياتنا، لكل دقائقها، لكل تفصيلاتها، وهذه التجربة بتصور خير دليل على ذلك. طيب أستاذ، المعروف أن القطاع العام في أغلب الأحيان غير قادر على المنافسة بسبب غياب عنصر الجودة، والسؤال هو ماذا فعلتم لكي تضمنوا جودة إنتاجكم؟ الحقيقة يا آنسة نحن عنا عناصر شاطرة بالطبخ كتير، والمطبخ الشرقي مشهور وأصله له جذور ابتداء من اليونان وانتهاء بالبوسفور. والحقيقة نحن عم نعمل دورات بالطبخ لكل الكادر البشري اللي عنا. وبالنسبة للنوعية هلأ رح نسكب لكم صحن كواج من طبخة اليوم لحتى تحكموا بأنفسكم على طبخنا. ومثل ما بتعرف يا حضرتك يا آنسة، الطبخ نفس، والدولة حاطة نفسها بكل لقمة عم يتناولها المواطن، حاططه لا تقولوا. وأنا في هذه المناسبة أهيب بالمواطنين جميعا أن يقاطعوا المأكولات الأجنبية أيا كان منشأها، وليأكلوا بدل الماكدونالد حراء بأصبعه، وبدل الهامبورجر كبة لبنية أو ملوخية يا أخي، وبدل اللازانيا والبيتزا فطاير بسبانخ، بدل الفاست فود والسي فود حمص وفلافل. يعني على كل، أنا بطلب من كل المشاهدين الأعزاء إذا حبوا يعرفوا شيء عن نشاط مطبخنا بطلب منهم يزوروا موقعنا على الإنترنت www.shakiriyawriz.com. يعني باختصار شديد، مثل ما القطاع العام قادر على التحكم بالمفاصل الاقتصادية والخدمية في هذا البلد، فأنا بقول بنفس الوقت إنه القطاع العام قادر يطبخ وينافس المأكولات الأجنبية. معلش يا أنسة، يا ريت توفيني التسجيل، جايني تليفون من سيادة الوزير. أوكي أستاذ، خذ راحتك. قالوا نعم. احترامي سيادة الوزير. نعم؟ عفوا، شو هاد يا سيدنا؟ معقول؟ طيب سيدي، طيب. خير أستاذ فهمي، في شي؟ قال في 50 حالة تسمم من طبخة الكواج تبع اليوم، و20 واحد منهم بالعناية المشددة. قلت لهم لا تحطوا بيتنجان بالكواج، بجوز يمرمر. قاموا حطوا هيك.